مرحبا بكم في قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. هذا الفيديو في بلاطو التلفزيون الجزائري تطرق إلى موضوع شبيبة القبائل ووضعيتها. شبيبة القبائل في موسم للنسيان، موسم آخر يشبه المواسم الفارطة. أيمن، الشبيبة ربما الشبيبة المعروفة المتألقة قاريا وإفريقيا التي كانت تشرف الجزائر هذا الموسم وحتى المواسم الفارطة، يعني لا وجود لاسم شبيبة القبائل محليا قبل الحديث على الكرة الإفريقية. نعم، هي خامس خسارة، خامس مباراة بدون فوز للشبيبة، ثالث خسارة على التوالي، إقصاء في الكأس. شباب الوداد فاز على الشبيبة في 3 مرات هذا الموسم. نظن أنه تسيير كارثي بأتم معنى الكلمة من إدارة. أنا نقول أنه هي والكرة كما يقول بالفرنسية صافي 36 مسيرين بأجور عالية، وهذا شيء خطير جدا. لاعبين قلتها في الأعداد السابقة أنه تي بو با جوي لو تيتر بدي جوار اللي حقق بهم البقاء بصعوبة كبيرة، تجديد العقود افيك اوغمونطاسيون سالير شوز كي ني با نورمال، لاعبين اللي حقوا البقاء قميص الشبيبه. ايمن، يعني بعيدا عن اسماء اللاعبين في السنوات السابقه، يعني القميص كان يتكلم على نفسه، يعني ما باش الا نعم صحيح وانا نقول لك لما تقمص قميص شبيبه القبائل تقدم يعني المستوى تاعك لاقصى مستوى. انا معك انيس، ولكن صح القميص يقدم نفسه، القميص هو اللي يلعب صحيح، ولكن اليوم المناصر البسيط ولا يفرح بالتعادل امام بارادو بدون تنقيص من قيمته، ولكن تعادل امام بارادو اصبح يفرح الجمهور جمهور شبيبه القبائل. اليوم النتائج ما كاش، اليوم اداره غايبه، استخدامات كارثيه، احسن لاعبين بخنشوش تيلو ليبر فاسيلمون الاتحاد العاصمه. علاش؟ مع بال لانه هو وسويد قائد الفريق. اليوم سويد غائب لاسباب مجهوله، الاسباب المقربين من الشبيبة يعرفوها، المقربين من الاخبار شبيبة القبائل يعرفوها، وهو انه عباك سي دي شوز فريمون تري غراف. سويد وبخنشوش تابعين للاداره السابقه ديال ريشان، وهو يحمل القميص وعنده عقد مع شبيبة القبائل. مشاكل اداريه تاثر على المشاكل الفنيه، رغم انه هذا الموسم ايمن شبيبة القبائل بشركه موبيليس، يعني نقولوا الناحيه الماليه والاموال كانت موجوده في اداره الشبيبه، كل شيء كان متوفر، حتى رئيس الفريق عاشور شلول تكلم بخصوص هذه النقطه، قال وفرنا كل شيء من اجل اسعاد الجماهير. لما تقول هكذا والنتائج ما تمشي لكش، هذا واش يعني؟ دوك نقول لك انيس، هاد الاموال وين راحت؟ صحيح انه الشركه المالكه موبيليس قدمت اموال كثيره، ولكن البوسني المهاجم البوسني سامي اكزاكتومون 8 ملاير ونص، الطاقم الفني تاع الميدا 4 8 ملاير ونص كذلك، موسوفة 4 ملاير، هادو هما الأموال وين راحوا؟ استخدامات كارثية، تجيب طاقم فني برتغالي الميدا اللي كان لاتي بالشبان تلحف وتعطي له فريق كبير كما شبيبة القبائل، ومن بعد تولي معاه في أروقة الفيفا حاصل. نظن أنه الإدارة هذه فشلت وما عليها إلا الرحيل في القريب العاجل، لأنه شبيبة القبائل أنا نقول نعاود نقولها الشيء الخطير هو أنه كل ما شو يصرف شبيبة القبائل أصبح عادي وهو ماشي عادي، سي با نورمال. من الجانب الآخر زهير، الشبيبة اللي كانت معروفة بجمهورها، يعني الجمهور هذا باش نوجهه ربما نداء، لازم يعاود يولي للملاعب وباش يساند للشبيبة، لأنه ربما اللاعبين يتغيروا والرئيس يتغير والمدرب يتغير وحتى الطاقم الفني يتغير، ولكن الاسم يبقى ثابت والشعار يبقى ثابت، شبيبة القبائل دائما. نعم، الاسم والشعار يبقى ثابت وحتى الجمهور يبقى ثابت، لهذا نقول باللي أهمية الجمهور يكون في الأوقات الصعبة، ربما في الأوقات لما يكون الفريق يفوز الفريق ما راح يحتاج الجمهور تاعه، لكن في الأوقات الصعبة لازم الكل سواء لاعبين قدماء أنصار الكل يلتف حول الفريق للخروج من هذه المرحلة الصعبة، خاصة أن كما قال أيمن 5 مقابلات دون فوز وثلث هزائم متتالية، لكن الأخطر أن 5 مقابلات دون تسجيل أي هدف فعلا. وهنا يجب دق ناقوس الخطر، لهذا لازم كما قلت أنيس لازم الكل يلتفت حول هذا الفريق، لأن فريق شبيبة القبائل فريق كبير. تسويق الكرة الجزائرية عمر يتطلب باش نشوفوا الفرق القارة في الجزائر تكون في المستوى تاعها كالوفاق وكالشبيب.
اكيد. واحسن مثال لما نشاهد مؤخرا اخر ترتيب الانديه في افريقيا، اربع الانديه والخمس الانديه المتواجده يعني في الترتيب من بينهم شباب القبائل وفاق ستيف واتحاد العاصمه، رغم غيابه على المشاركه القاريه في اخر خمس سنوات. والنقطه اللي حبيت نركز عليها الوضعيه اللي فيها شباب القبائل في نفس الوقت يعني مخيفه وتقدر غير مخيفه، لانها متواجده في وسط الترتيب، خمس نقاط على اول النازلين وسبع نقاط او ثمانيه على البوديوم، يعني مرحله تقدر تكون مرتبه عشرة في وسط الترتيب، وعندها لقاءات صعبه، راح تتنقل ملعب خمسه جويليه اتحاد العاصمه، راح تواجه مولدي الجزائر تستقبلها، يعني لقاءات اللي تقدر لو الانديه اللي تلعب على النزول نجم بن عكنون او نجم مكره مثلا تعاود تفوز تقدر تدخل في الحسابات. وهذا عاش التجربه شباب القبائل قبل سنوات، ماشي ملي تعاود تعيشها، لانه الان كل ظروف موفره اكيد ماليا موفره، ولكن التسيير شيء اخر ان شاء الله يمشي معك. والله عمر سي بوش انا علاش تكلمت لك على 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 على, على الاداره على جانب تسيير، لانه صحيح انه الشركات اي تقدم في اموال، ولكن العنصر البشري لاتريوما هو المهم، هو المهم. لما تشوف انت يا مولوديه الجزائر حجر جم من ورائه ميخازني، محمد ميخازني الشيخ محمد ميخازني اللي نوجه له تحيه، يقوم بعمل كبير. قلالش الجان اللي يلعب مدافع ايمن في منتخب وطني اي 20 تستخدمه في عمل قاعدي، في عمل قاعدي بار كونتر شبيبه القبائل تسيير كارثي. سي بوزا قلت لك العامل العنصر البشري مهم جدا. ان شاء الله العوده الى شبيبه من جديد. ربما ايمن ماضي تكلم بحرقه على هذا الفريق، لانه يعني لعب هذا الفريق ويعرف قيمه الشبيبه ورمز الفريق اللي شرف المدينه والمنطقه والجزائر في مختلف المشاركات والمنافسات القاريه.